أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من ساعة حرة، وفيها نناقش اليوم ملفين رئيسيين. الأول تحديات السياسة الخارجية الأمريكية، مع أداء وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو أداءه اليمين بحضور الرئيس ترامب الذي زار الخارجية الأمريكية للمرة الأولى. أبرز الملفات طبعا سنناقشها اليوم في النصف الأول من هذه الحلقة، أما في النصف الثاني فنتطرق إلى الملف الليبي مع استهداف تنظيم داعش للمسار الديمقراطية في البلاد بتفجيره مقر المفوضية، مفوضية الانتخابات، هذه الانتخابات التي تعول الأمم المتحدة وحكومة الوفاق على إمكان إنجازها هذه السنة. أرحب بضيفينا في النصف الأول من هذه الحلقة، وهم معنا من واشنطن، السيد برادلي بليكمان خبير السياسات في الحزب الجمهوري ونائب مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، أهلا بك. هنا في الاستديو أرحب بالدكتور عصام عبد الله الباحث في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية. قبل أن أبدأ معكم أذهب مباشرة إلى الخارجية الأمريكية، وهناك ميشيل غندور مراسل الحرة. ميشيل، إذا هي الزيارة الأولى للرئيس ترامب لحضور حضر أداء اليمين من الوزير بومبيو العائد من جولة خارجية، ما أهمية الجانب الشكلي إن صح التعبير في هذه المراسم؟ نعم حسين، الرئيس ترامب لم يأتي وحده إلى الخارجية الأمريكية، ولكن أتى أيضا نائب الرئيس، أتى أيضا من البيت الأبيض كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، مستشار الأمن القومي جون بولتون، إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ترامب ومستشارة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأيضا هو كبير مستشاري الرئيس وصهره، وعدد آخر من أعضاء الحكومة الأمريكية أتوا إلى الخارجية الأمريكية لأول مرة للشهادة على القسم الذي تقدم به اليوم وزير الخارجية الأمريكية للمرة الثانية في غضون أسبوع بعد تسلمه مهامه كوزير للخارجية الأمريكية. هذه الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب تأتي أولا لإعرابه عن الثقة الكبيرة التي يكنها للوزير بومبيو، وأيضا لرفع معنويات الموظفين في الخارجية الأمريكية. العلاقة المهمة جدا بين الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته عبر عنها الرئيس ترامب في خطاب ألقاه في بداية الحفل. أشاد ترامب بداية بمزايا الوزير بومبيو الفريدة، وأشاد أيضا بمهارته وخدمته، ووصفه بالأمريكي الحقيقي. الرئيس ترامب قال: كسب بومبيو احترامي العميق وثقتي وإعجابي، ولدي ثقة مطلقة بأنه سيقوم بعمل جبار كوزير للخارجية 70 للولايات المتحدة، كما وصفه بأنه إنسان فريد وصديق عظيم، وقال: نحن حقيقة فخورون بك. وهذا كلام يعني يعبر عن الثقة الكبيرة التي يكنها الرئيس ترامب والصداقة العميقة التي تربطه ببومبيو. نعم ميشيل، أبرز الملفات التي تنتظر الوزير بومبيو بعد كل هذه الثقة التي محضه إياها اليوم رئيس ترامب. عددها الوزير بومبيو في خطابه. بدأت أو تبدأ هذه التحديات بالعملية الجديدة التي أطلقتها الولايات المتحدة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش وشركاء التحالف والولايات المتحدة في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش في المنطقة المتبقية من سوريا في وادي الفرات. هذه أولوية مطلقة. الأولوية الأخرى هي مواجهة الأعمال على العدائية الإيرانية في سوريا وفي المنطقة، وقد تحدث أيضا عنها وزير الخارجية. الملف الثالث المهم هو ملف كوريا الشمالية والفرصة التاريخية الموجودة اليوم أمام الفريقين من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. مسألة مواجهة الأعمال العدوانية الروسية كما وصفها الوزير بومبيو، إضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذه القضايا حددها في خطابه وتحتل أولوية مطلقة على جدول أعماله في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة. ميشيل غندور مراسل حرة في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. سيد برادلي بليكمان في واشنطن، أهلا بك مجددا إلى ساعة حرة. أولا، ما قراءتك لهذه الحفاوة البالغة من الرئيس ترامب وفريقه الكامل للترحيب بالوزير بومبيو والحضور إلى الخارجية الأمريكية لأداء هذه المراسم؟
نحن عشية قرار تاريخي سيتخذ، الأول يتعلق بكوريا الشمالية والمحادثات بين الرئيس الأمريكي وقائد كوريا الشمالية، وكذلك الصفقة النووية الإيرانية التي ستثار خلال فترة قصيرة من الزمن. نحن عند نقطة حرجة ونحتاج لوزير خارجية يتحدث بلسان الرئيس، وكان من الواضح من خلال مشاهدة عملية القسم أن الرئيس ذهب إلى وزارة الخارجية وأدلى بتصريح مفاده أن وزير الخارجية سيتحدث بلسان الرئيس، وهذا مهم بالنسبة لوزير الخارجية عندما يذهب ويتحدث مع القادة أن يكون واثقا أنه يتحدث بلسان الرئيس. ليس هذا فقط، وإنما يحظى باحترام الرئيس وبدعمه. هذا ما رأيناه اليوم، رأينا مظهرا من مظاهر القوة والدعم لوزير الخارجية الجديد. نعم، دكتور عصام عبد الله، البحث في شؤون الخارجية الأمريكية، أهلا بك مجددا. قراءتك أيضا لتركيز الرئيس ترامب على الثقة التي يوليها للوزير بومبيو في ظل أو قبيل هذه الاستحقاقات الكبرى التي نتحدث عنها؟ يعني بلا شك أن هناك تناغما على المستوى الشخصي وربما في المواقف قبل تسمية وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن دعني أقول لك أن من يحدد السياسة الخارجية الأمريكية هو أولا وأخيرا الرئيس ترامب، وبالتالي أي مسؤول مهما كان منصبه حتى لو كان وزيرا للخارجية لا يتناغم مع رؤية الرئيس وسياسته الخارجية، مصيره سيكون مثل مصير تيلرسون وغيره. وبالتالي مساحة تحرك مايك بومبيو فيما أتصور ليست كبيرة كما يراد لها في الإعلام اليوم على الأقل. يعني تلمح هنا إلى أن ما رفضه تيلرسون لن يرفضه بومبيو؟ أتصور نعم، لأن من يحدد هو الرئيس ترامب. ربما يكون مايك بومبيو هو أقرب مسؤول إلى شخصية ونفسية وربما مواقف ترامب في الكشف عن تقييم مواقف الحلفاء والأعداء، إنجاز التعبير، جس نبضهم في زياراته المتكررة التي بدأها بتركيا، لا ننسى هذا، وقت أن كان مديرا للسي اي اي للتوفيق بين الأكراد والأتراك، ثم زيارته السرية والتي أعلنت مؤخرا مع زعيم ولقائه بزعيم كوريا الشمالية، فهو بيقيم المواقف. اثنين، أنه يستطيع أن يقنع الحلفاء بسياسات الرئيس ترامب، بمعنى أن يجيش، أن يحشد الحلفاء ويرمم العلاقات. ثلاثة، وهذا مطلوب على الأقل في هذه الفترة، هو أن يقنع الحلفاء بما سيتخذ الرئيس ترامب. سيد برادلي بليكمان، الوزير بومبيو كان شدد على قوة الدبلوماسية الأمريكية لخدمة سياسات الرئيس ترامب، إلى أي مدى في تقديرك وانطلاقا مما ذكرته حضرتك في بداية هذه الحلقة أيضا يمكن أن نتحدث من اليوم أو منذ بدأ بومبيو مهماته عن لغة دبلوماسية وسياسة خارجية واحدة في واشنطن؟ لأنه كانت هناك شكاوى في بدايات عهد الرئيس ترامب أن لغة واشنطن الخارجية لا تبدو موحدة. أعتقد أن هذا صحيح. مهمة بومبيو هي تأكد من أن وزارة الخارجية وموظفيها كلهم بينهم حالة تناغم، والوزير بومبيو سيعطي استشارات للرئيس ولمستشار الأمن القومي بولتن وآخرين، وسيعطي مشورته للرئيس كي يتخذ القرارات. نعم، الرئيس ترامب هو المقرر النهائي للسياسة، ولكنه يحتاج إلى المساعدة والاعتماد على من يمكنه الوثوق بهم. هناك فريق سياسة يحيط به، هو يحبه ويثق به ويقوم بتنفيذ السياسة كما يوجهها الرئيس، هذا مهم. أيضا موظفي وزارة الخارجية يجب أن يعرفوا ما هي السياسة، وهم أيضا مهمتهم تنفيذ هذه السياسة. والدعم ليس فقط لوزير الخارجية، وإنما من الرئيس للناس العاملين في وزارة الخارجية هنا وفي أنحاء العالم، وهذا مهم بالنسبة للرئيس أن يقول لهم كم هو يقدرهم.
نعم، في تقديرك الملفات الرئيسية التي سنشهد بصمة بومبيو إن صح التعبير فيها ما هي؟ هل نتحدث عن تأثير في الملف الإيراني أكثر أم ملف كوريا الشمالية؟ وقد ذكر قبل قليل أيضا دكتور عصام ذكر الزيارة التي قام بها بومبيو قبل تثبيته وزيرا الخارجية والتقى أثناءها زعيم الكوري الشمالي. في الأيام التسعين القادمة هناك قرار تاريخي مهم سيتخذ ومحادثات تتم بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة وحلفائها وأيضا الصفقة النووية الإيرانية. ماذا سيحدث؟ هل سنلغي الاتفاقية؟ نعيد التفاوض بشأنها؟ هناك أحداث هامة جدا ستحدث في الأسابيع القادمة. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن ننسى أن هناك واجب التخلص من داعش في سوريا، ثم فتح سفارة جديدة في إسرائيل، هناك مشاكل في نصف الكرة الغربي مع فنزويلا مثلا، والتدخل الروسي في انتخاباتنا وكذلك في سوريا. هناك الكثير من التحديات أمامنا، ولكن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون حيوية ليس فقط بالنسبة لأداء وزير الخارجية وإنما للسياسة الخارجية الأمريكية ونجاح الرئيس. تصورك أنها ستكون سياسة متشددة أم سياسة يعني بما سيتأثر الرئيس في تقديرك من فريقه الذي نتحدث عن أسماء بارزة فيه، عن وزير بومبيو، عن مستشار الأمن القومي السفير بولتون، عن السفيرة نيكي هايلي، شخصيات كثيرة ممكن أن تكون لها الأولوية أو لها نفوذ واضح في القرار النهائي. نتحدث هنا عن سياسات ستبدو متشددة، ستكون فعلا متشددة. أعتقد أننا سنتحدث عن السياسات مثل وضع أمريكا أولا، ثم هناك التأكد من أن السياسة الخارجية الأمريكية هي سياسة مبنية على القوة. لا نعتذر ولا نهادن أعدائنا، ولكن نساعد أصدقائنا على الوقوف في وجه أعدائنا. وأفضل سياسة خارجية هي السياسة التي تعتمد على الفريق. هناك فريق حاليا، وهناك سفيرة أمريكية قوية لدى الأمم المتحدة، وزير خارجية جديد بومبيو، مستشار أمن قومي بولتون، وكلهم سويا سيقومون بعمل جيد للرئيس لو تصرفوا كفريق. هل يمكن أن ندرج الوزير ماتس وزير الدفاع ضمن هذا الفريق الذي على الأغلب هو الآن متجانس مع رئيس ترامب؟ لكن ثمة من طرح تساؤلات عن الوزير ماتس تحديدا فيما يتعلق بضربات في سوريا. الضربات في سوريا كانت فعالة وكان هناك تنسيق مع حلفائنا، ونحن نقود في أنحاء العالم. مرة أخرى هناك شيء مهم جدا كي يكون هناك عالم أكثر سلاما. عندما تقف أمريكا يتراجع أعداؤها، ونحن في الساحة كقائد. هذا ما يجب أن نفعله، أن نجعل العالم أكثر سلاما. نفعل هذا عندما نعرض القوة. دكتور عصام عبد الله، قراءتك لما يمكن أن تكون عليه السياسة الأمريكية خلال الشهور الثلاثة المقبلة؟ إن تحدثنا بمهلة تشمل كل هذه الملفات التي نتحدث عنها، كوريا الشمالية، الاتفاق النووي مع إيران، نقل السفارة إلى القدس، ترى معالم متشددة لها أم متباينة بين ملف وآخر؟ لا أرى طبعا تباينا، وأرى أن هناك سيكون تحركا حذرا، لأن أنا يعني منش متفق قوي مع أن هذه حكومة من الصقور وبالتالي هي حكومة متشددة وإلى آخره. علينا أن نفرق بين وجود مايك بومبيو الآن في وزارة الخارجية وما كان يكتبه أو يقوله تحت قبة مجلس النواب أو يغرد به أو حتى يشيعه وسط الآخرين. نفس الشيء بالنسبة لبولتون، الآن هم في مواقف مسؤولة، سأتحملوا القرارات التي سيتخذونها ونتائج هذه القرارات. هذه واحدة. اثنين، إن حضرتك ذكرت بذكاء شديد إلى وجود طرف أهم في هذه المعادلة وهو وزير الدفاع ماتس. ماتس ليس من الصقور، ماتس ربما يكون هو الذي يملك من وجهة نظري قرار الاندباع باتجاه الحرب أو التصعيد، وليس بومبيو أو بولتون.
ثلاثة أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية بيدخل فيها عنصر مغيب الآن وهو الموقف الدولي، لأنه الأطراف الدولية أيضا لها دخل بما سيتخذه الرئيس ترامب. ولذلك أنا أتصور أن ستكون السياسة الخارجية تحركا حذرا في الفترة القادمة وليست في اتجاه الاندفاع أو التصعيد مع طرف دون آخر. سنستكمل هذا الحوار وهذا الحديث بعد الفاصل الأول في هذه الحلقة من ساعة حرة. نعود إليكم مشاهدينا بعد قليل والحديث المزيد عن ملفات السياسة الخارجية الأمريكية مع أداء الوزير بومبيو قسم اليمين في الخارجية الأمريكية هذه المرة. تابعونا بعد الفاصل. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. دكتور عصام عبد الله، عود إليك هنا في الاستديو. كنت تتحدث عن موضوع الحلفاء الدوليين أو العلاقات الدولية وتأثيرها أيضا في قرارات الرئيس ترامب، ولكن بدأ منذ مجيء الرئيس ترامب أنه يعتزم تغيير المعادلات المتعلقة بالعلاقات الدولية بكيف مع أولوية شعار أمريكا أول الذي تحدث عنه السيد بليكمان، وكيف تستفيد الولايات المتحدة من هذه العلاقات. يعني كان هناك مطالبة بتحمل تكاليف، مطالبة للدول العربية الحليفة أيضا بأن تؤدي أدوارا في سوريا وما إلى ذلك. إلى أي مدى في تقديرك هذه العلاقة ستتضح معالمها، تتضح كيف الولايات المتحدة ستقود سياستها مع الحلفاء خلال الشهور الثلاثة المقبلة؟ يعني دعني أقول لك أن ربما يكون أعداء الولايات المتحدة الأمريكية أكثر حظا من حلفائها، وهذا وضح منذ أن رفع شعار أمريكا أولا. يعني هذا الشعار اصطدم أول ما اصطدم بالحلفاء، وكلنا شاهدنا هنا عند مجيء ماكرون أنه بيتحدث عن كيف يكون فرض يعني إجراءات جمركية بين الحلفاء، لا سيما في الصلب والألومنيوم إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة للخليج العربي، نفس الشيء بالنسبة للعلاقة مع تركيا والأكراد. يعني هناك نوع من الصدام بين مفهوم أمريكا أولا والذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة وظل مجرد شعار لم يترجم إلى الواقع، وبين قلق الحلفاء، لأن بالتأكيد سياسة، ولكن عفوا الرئيس ترامب وجد أن الولايات المتحدة أن هناك ثغرات في العلاقة مع الحلفاء يستفيدون منها، ويمكن للولايات المتحدة أن تستفيد اقتصاديا أكثر فأكثر، وهو أضاء وقال هذه النقاط بوضوح، وهو يقول أن أي إدارة سابقة لم تكن لتقل ما يقوله. يعني الدولة الكبرى غالبا هي التي بتتحمل أعباء ونفقات القيادة. يعني لسنا هنا في، يعني ليس الجيش الأمريكي، وأنا أرفض ما يقال بالناس مسألة الدفع والدفع، ليس جيشا مرتزقا، هذا هو جيش أكبر دولة في العالم. حتى هذه الأمور لا تناقش بذهنية رجل البيزنس أو رجل الأعمال مع الحلفاء بالتحديد بالمناسبة. يعني قد يكون خطابك خطاب عدائي تصادمي مع الأعداء أو مع ما تتصور أنه أعداء، ولكن مع الحلفاء هذا لقى نوع من يعني استهجان الرأي العام العالمي. المسألة ليست ادفع سأدفع بجيشي، هذه مسألة يعني تخرج خارج المعادلات السياسية المعتادة. ولذلك أنا أتصور أنه اصطدم بالحلفاء، وكان بومبيو هو أحد المسؤولين الذي أراد ترميم هذه العلاقة مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ظهر ذلك في اجتماعه في بروكسل مع الناتو وحاول أن يجد نقاط للتقارب، ظهر ذلك في لقائه في تركيا قبل أن يسمى، ظهر ذلك في توجيه إشارات للرياض بمسألة التئام مجلس التعاون الخليجي كضرورة، لأن الجميع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة. سيد برادلي بليكمان في واشنطن، يعني أريد رأيك في هذه المسألة، مسألة كيف يتعاطى الرئيس ترامب مع الحلفاء، وتحديدا أن في أوروبا حلفاء أوروبيون ربما أبدوا نوعا من القلق حينما جاء الرئيس ترامب ليتحدث بموضوع ضرائب جمركية، بمواضيع متعلقة بالنفقات، بحلف الأطلسي وما إلى ذلك. هل فعلا أراد إحداث صدمة في هذه العلاقة لتحسينها لمصلحة الولايات المتحدة؟
بالتأكيد كانت صدمة لهم، فهم أطفال مدللون ودللوا لفترة طويلة من الزمن. لأول مرة منذ فترة طويلة هناك رئيس يقوم بمواجهة أصدقائنا الذين يستغلوننا. لماذا أمريكا تخاطر بالمال والدم من أجل الآخرين؟ لا، عليهم أن يتعاونوا، عليهم أن يقدموا ما يتوجب عليهم. لا يوجد أي خطأ في أن تكون أميناً مع الأصدقاء، وإذا كانوا يستغلونك يجب أن تصحح هذا، وهذا ما فعله الرئيس، وقد أقروا بأنهم استغلونا وخلقوا تعاوناً أكبر فيما بينهم. عندما تحدث الرئيس عن تنظيف داعش بمعنى التخلص من داعش، على حكام المنطقة أن يتدخلوا. لماذا يجب على أمريكا أن تدفع الفاتورة بكاملها؟ هذا خطأ. لأول مرة في التاريخ هناك رئيس يقف في وجه أصدقائنا عندما يخطئون، ويقف في وجه الأعداء أيضا. هذا ما يفعله الأصدقاء الجيدين. نحن لا نطلب أي شيء لا نستحقه. أنا أعطي الرئيس الكثير من الفضل، أعزي له الفضل، ونحن نجبر حلفائنا على أن يفعلوا الشيء الصحيح مع أمريكا. نعم. فيما يتعلق بملف النووي الإيراني والاتفاق ومصيره، هل لديك أي تكهنات سيد بليكمان في شأن ما سيكون عليه قرار الرئيس ترامب؟ وتحديدا أن هذا القرار يرى مراقبون أنه ستكون له تداعيات كثيرة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأيضا تأثيراته على السياسة الإيرانية التي تواجهها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة. الرئيس السابق أوباما أقدم على صفقة سيئة بالنسبة لأمريكا وللحلفاء، وأعتقد أن الصفقة كما هي الآن ما كان يجب أن توجد أو لن توجد بعد 12 من مايو، إما إعادة التفاوض أو إلغاء الصفقة، ولكنها لن تبقى كما هي، أؤكد لك هذا. والمسألة مسألة نوع الحل الذي ستسعى إليه أمريكا وكذلك الإيرانيون. أي الإيرانيون يجب أن يتعلموا من كوريا الشمالية، افتحوا حوار، أصلحوا المشاكل، ولكن الصفقة التي يتم احترامها ثم انتهاكها وهذا ما حدث، هذه لا تستحق الورق التي هي مكتوبة عليه. نعم. دكتور عصام عبد الله، هل لديك أي تكهنات في شأن مصير الاتفاق النووي مع إيران؟ يبدو أيضا في اليومين الأخيرين الكثير من الحديث عن ربما عزم الرئيس على الانسحاب، موضوع وثائق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي قال إنها تدين إيران بامتلاك برنامج نووي سري، وبالتالي بعض ربط بين هذا الإعلان وبين ما يعتزم الرئيس ترامب عمله. يعني أنا أتصور أن ما حدث خلال يومين الماضيين كان يشير لعكس ما يراد به الآن، يعني ليس من التصعيد وإنما الضغط إلى أقصى حد ممكن على إيران لتوسيع الاتفاق وليس للتصعيد ضد إيران. وربما قالت إسرائيل ونتنياهو نفسه نحن لا نريد التصعيد كحرب يعني مع إيران، ولكن أتصور الإجابة عن يوم 12 مايو ليست بيد الرئيس ترامب وإنما بيد إيران، لأنها مطالبة بالإجابة على 5 تساؤلات في وقت واحد وبلحظة واحد. الأول، مدى موافقتها على توسيع الاتفاق وتمديد المدة أو فتحها بالنسبة لعام 25. 2، الصواريخ الباليستية. 3، التمدد ونفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط. 4، حدود وجودها في سوريا. 5، وهذا لا يأتي بذكر موقفها من صفقة القرن. 5 تساؤلات دول هم إجابتهم اللي هتحدد الموقف يوم 12، وليس التصعيد أو ليس ما عرضه نتنياهو، لأن نتنياهو ليس هو الذي يصيغ سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه نقيصة. يعني إذا أخذ بهذا العرض الذي قدم فيبقى نتنياهو هو من يحكم في البيت الأبيض، ونادر أنه قد يؤثر أو يمهد، ربما يعني بيمهد بيؤثر، ولكن هناك الهيئة الدولية للطاقة الذرية هي التي تقول
هناك مجمع الاستخبارات الأمريكي هو الذي يقول هل انتهكت هذه الاتفاقية قبل أو بعد عام 2015 أو 16، هل هي كذبت أم لم تكذب. هذه مسألة تقنية فنية تخص العلماء وليس السياسيين الذين يريدون أن يستعرضوا إمكانياتهم أمام العالم بأنني عالم بباطن الأمور وأننا لدي أجهزة. يعني هل تريد أن تقنعني أن الموساد أكثر علما من الاستخبارات الأمريكية؟ هذه مسألة يعني أتصور بتدخل في إطار الشوينج وليس الحقائق الموضوعية. سيد برادلي بليك، من مسألة العلاقة مع الحلفاء العرب تحديدا في ظل ملف سوريا، الأزمة السورية، موضوع وجوب استكمال الحرب ضد داعش في سوريا والعراق، في تقديرك أي معالم سنشهدها بعد فترة لكيفية التعامل مع الحلفاء العرب وما المطلوب منهم؟ هل الأمر مرهون بمدى تجاوبهم مع رغبة الرئيس ترامب بأن يكون لهم دور أفعل على الأرض؟ أنهم قاموا بهذا بالفعل. الرئيس ترامب قال لهم هذه هي منطقتكم ولكم مصلحة أكبر في التخلص من داعش، وبالتالي عليكم أن تدفعوا التكاليف وأن تتشاطروا التكاليف فيما بينكم، كذلك يجب أن تشاركوا بالناس والموجودات، وهذا عمل جماعي. لا تتوقعوا من أمريكا أن تتحمل التكاليف وأن تستعمل مواردها. إنه يفعل بالضبط ما يجب على الرئيس الأمريكي أن يفعله. إذا أردتم المساعدة عليكم أن تساهموا. وأعتقد أن الرئيس لأول مرة منذ فترة طويلة عندما حضر القمة مع 50 دولة في السعودية كانت هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي فعالة ناجحة وتتخلص من داعش. ولكن هذه ليست فقط مسؤولية أمريكا، هذه هي ساحة الشرق الأوسط وعلى الدول أن تتقدم إلى الأمام. نعم دكتور عصام، تعليق سريع حول موضوع الحلفاء العرب، إلى أي مدى ستكون العلاقة برأيك واضحة؟ ماذا يريد منهم رئيس ترامب وماذا يمكن أن يقدم؟ يعني أتصور العلاقة بينهم غير واضحة لسبب بسيط، هو لا يستطيع أن يعتمد حتى هذه اللحظة على الحلفاء العرب، سواء في التواجد في سوريا، سواء في انتزاع موافقة نهائية فيما يعرف بصفقة القرن، سواء في مسألة اليمن. هناك مجموعة من المشكلات الضاغطة التي لا تصار، بينما يصار على الواجهة أن العلاقات تقترب من الحلفاء. حتى الآن أنت لا تستطيع أن تربط الصدع ما بين قطر وما بين الرباعي العربي ومنهم المملكة العربية السعودية والإمارات. نعم ابقى معنا لو سمحت دكتور عصام، تبقى معنا هنا. سيد برادلي بليك من ابقى معنا لدقائق بعد الفاصل لو سمحت، اريد رايك في موضوع التهديدات الارهابيه لدول تسعى الى مسار ديمقراطي مثل ليبيا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يدعمها في ذلك. لن نطيل عليك، بعد هذا الفاصل نعود اليكم مشاهدينا والملف الليبي مع استهداف تنظيم داعش لمفوضية الانتخابات في ليبيا في قبائل شهور من انتخابات رئاسية وبرلمانية مفترضة تسعى إليها الأمم المتحدة والحكومة، حكومة الوفاق في ليبيا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا إلى ساعة حرة. تفجير إرهابي تبناه تنظيم داعش استهدف مقر المفوضية، مفوضية الانتخابات في ليبيا، وهذه المفوضية كانت تعد طبعا للانتخابات الرئاسية وبرلمانية تراهن الأمم المتحدة عليها هذه السنة سنة 2018، وتأتي أيضا بعد دعم الرباعية المعنية بالشأن الليبي لهذه الانتخابات. أرحب بضيوفنا في النصف الثاني من هذه الحلقة وهم معنا من طرابلس العاصمة الليبية، رئيس مركز استرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، ومن مانشستر معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الليبي
الليبي عيسى عبد القيوم من هنا في الاستديو معنا دكتور عصام عبد الله الباحث في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، ومن واشنطن يبقى معنا لدقائق السيد برادلي بليكمان سأكون معه بعد قليل. سيد عبد السلام الراجحي في طرابلس، أولا ما قراءتك لتوقيت هذا الاستهداف ولنوع العملية بذاتها التي تبناها تنظيم داعش؟ الحكومة والأمم المتحدة تقولان إنها تستهدف المسار الديمقراطي في ليبيا. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والضيوف الكرام. أعتقد أن تنظيم الدولة بعد الهزيمة النكراء التي يعني تكبدها في سرت وفي درنة وفي صبراتة، ومنذ أيام انطلقت عملية عاصفة الوطن التي تطارد فلوله في الوديان والجبال في المنطقة الوسطى، أراد الانتقام لرمزية المسار الديمقراطي ورمزية مدنية الدولة في مكان لم يتوقع الكثير أن يقوم الهجوم عليه، وهو مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس. أعتقد أن استهداف هذا التنظيم اليوم يشير إشارة واضحة أنه يأس من أن يكون له تمركز قوي كما كان في سرت، وأنه يعمل الآن فقط للانتقام ولإرسال رسائل أو دلالات أن لديه القدرة على الوصول في أي مكان يريده. لكن تنظيم الدولة فشل في الكثير من العمليات في السابق، واستطاعت قوى الأمن خصوصا في مدينة طرابلس وفي صبراتة وفي سرت القضاء عليها حتى على الخلايا النائمة. منذ أسابيع قليلة تقريبا منتصف فبراير الماضي أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس على إلقاء القبض على خليتين لعناصر التنظيم كانا يستهدفان أو يزعمان استهداف إحدى المنشآت أو المؤسسات الأمنية في مدينة طرابلس. نعم سيد عيسى عبد القيوم، رمزية استهداف مفوضية الانتخابات طبعا سقط ضحايا 12 قتيلا في هذا الهجوم الذي بدأ بهجوم المسلحين ثم عقبه تفجيران انتحاريان، ماذا هل يتمكن في تقدير تنظيم داعش من إحباط المسعى لانتخابات في ليبيا؟ بكل تأكيد التنظيم يسعى ليس لإحباط الانتخابات فقط في ليبيا، إنما لتغيير مسار ليبيا بالكامل. التنظيم ضرب اليوم ربما على خلفية أربكتنا جميعا، لأن يعني يوم أمس كان هناك حدث آخر في طرابلس ليس يعني له علاقة مباشرة بهذا الأمر. نحن شاهدنا يوم طرابلس اللي هي البيئة الداعمة لهذا التنظيم، وليس التنظيم في حد ذاته، التنظيم في حد ذاته أصبح ضعيف جدا لأن خاض معركته الأساسية في مدينتين، مدينة بنغازي ومدينة سرت، وتعرض لهزيمة كبيرة جدا لأن الوكر الأساسي بتاعها كان هو مدينة بنغازي، تعرض إلى هزيمة جدا كبيرة وتعرض إلى هزيمة كبيرة في سرت، لذلك بنيته التحتية أصبح فيها تدمير. هم الآن يعملون على طريقة الذئاب المنفردة، ولكن يوم أمس في طرابلس كانت هناك أو كانت هناك إشارات لبيئة حاضنة لمثل هذه الجماعات عندما تم الاحتفال بأحد أكبر حلفاء داعش والسيد وسام بن حميد أمس قيمة صلاة الغائب عليه في طرابلس، مما أعطت إشارة كبيرة بأن هناك ربما هناك نوع من البيئة الحاضنة. هذا اليوم لم تمضي 24 ساعة حتى أثبت هذا الحدث بالفعل بأن هناك جهات معينة في طرابلس تحتضن هذا التنظيم وتقوم على حمايته ورعايته، لأن العملية لم تكن انتحارية إنما كانت هجوم مسلح بأفراد قاموا بالاشتباك المباشر مع الحرس الذين سقطوا شهداء نترحم عليهم في هذه الساعة، ثم اقتحموا المبنى ثم قاموا بالصعود إلى طابق ثالث وتفجير أنفسهم. إذا هذه العملية على الأقل تم الإعداد لها لوجستيا داخل طرابلس لعدة أيام. إذا نحن نعود لنقول بأن اللعب على وتر استخدام داعش هو لعب خطير جدا قامت به بعض الجماعات في بنغازي، ونأمل ألا تقوم به جماعات أخرى في طرابلس. نعم سيد برادلي بليكمان في واشنطن، في تقديرك كيف ستكون السياسة الأمريكية لدعم ليبيا في المرحلة المقبلة وهي تتعرض يعني هي تحاول أن تبني مسارا ديمقراطيا رغم كل الفوضى التي فيها، ولكن يعود داعش ليضرب بقوة وبرمزية مركز مفوضية الانتخابات؟ هدفنا هو أن هذه العملية تستمر وألا تتوقف أو تتعطل نتيجة لعمل إرهابي. الأخبار الجيدة هي أن داعش ليس لها موطئ قدم كما تود،
نعم كانت هناك هجمات سيئة و12 شخصا قتل وحاولوا تعطيل العملية الانتخابية، ولكن هذا لن يعطل أي شيء. يجب أن نتأكد أنهم يعرفون أنهم يحظون بدعمنا وأننا منخرطون، ولكن لا يمكن أن نتخلى عن ليبيا أو أن ندع ليبيا أو أي مدينة تصبح ملجأ آمن لداعش كما رأينا في العراق، أو أن ينتقلوا من دولة إلى أخرى. يجب أن يتوقفوا وأن يتم التخلص منهم، وهذا هو هدفنا الرئيسي، التأكد أن ليبيا خالية من داعش من الإرهابيين، وأن النظام الديمقراطي الانتخابي يتم بطريقة حرة وبدون تعطيل. شكرا جزيلا لك سيد برادلي بليكمان على هذه المشاركة، خبير السياسات في الحزب الجمهوري ونائب مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، شكرا لك على هذه المداخلة في الموضوع الليبي من واشنطن، وكنت معنا أيضا في الموضوع السابق عن السياسة الخارجية الأمريكية. إلى طرابلس مجددا ولكن عبر الهاتف، أرحب من هناك بالرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات الليبية السيد نوري العبار، أهلا بك إلى ساعة حرة. في تقديرك إلى أي مدى مثل هذا الاعتداء الإرهابي يمكن أن يحبط عمليا الجهود الليبية مع الأمم المتحدة والجهات المعنية لإجراء انتخابات هذه السنة؟ مرحبا سيد سعيد وضيفك الكرام. الحقيقة أن الفترة الأخيرة كانت الانتخابات مستهدفة من كل الأطراف، من البعثة الأممية، أيضا السادة في البرلمان يدفعوا في اتجاه، وأخيرا كان قرار رئيس مجلس النواب، الجميع يتحدث على أن تكون الانتخابات قبل نهاية 2018. فبالتالي استهداف المفوضية هو محاولة خبيثة لإجهاض هذا المسار، ومع أني كثيرا ما أؤكد على ضرورة خلق البيئة الملائمة في إجراء العملية الانتخابية، سواء بالاتفاق بين الأطراف السياسية أو معالجة الوضع الأمني الهش، خصوصا في طرابلس. كما يعلم الجميع أن طرابلس فيها أكثر من 2.5 مليون، هناك هشاشة واضحة وربما حادثت اليوم تؤكد ذلك. في الأمن في طرابلس لا توجد مؤسسات حقيقية تتولى الأمن، المجلس الرئاسي غير قادر على استثناء الأمن. من هنا الإشارة والتأكيد على ضرورة العمل، وربما كان ضيفك الكريم يتحدث على دعم أمريكا للمسار الديمقراطي. الآن وقته حان ولازم من أجل إنهاء المظاهر المسلحة المنتشرة في جميع ليبيا، خصوصا في العاصمة طرابلس. نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد نور العبار. سيد عيسى عبد القيوم في مانشستر عبر سكايب ستغادرنا بعد قليل، لذا اسالك عن ما اذا كان هناك نوع من التسرع او الاستعجال في الاعلان عن موعد الانتخابات في ظل تقارير من هيومن رايتس ووتش ومنظمات اخرى ان البلاد ليبيا غير جاهزه، غير مستعده لا قضائيا لا امنيا لا سياسيا لاجراء مثل هذه الانتخابات، هل كان الاعلان متسرعا؟ نعم، الإعلام أعتقد وبعض الفرقاء كانوا متسرعين قليلا. الانتخابات كنظرة استراتيجية أو يعني هدف استراتيجي بكل تأكيد هناك اتفاق تقريبا شبه كامل عليه، ولكن التساؤلات خلال الأيام الماضية كانت حول قانون الانتخابات، كانت حول قانون الأحزاب الذي لم يعد بعد، حول مسألة ما هي المرجعية، ما هو المرجعية الدستورية التي ستستند إليها هذه الانتخابات. ولكن كهدف استراتيجي بكل تأكيد الجميع يعني أكد عليه، آخر من مؤكدين عليه ودائما هو يعني البرلمان الذي أكد على لسان المستشار عقيلة بأنهم مستعدون للانتخابات. اليوم أيضا جيش الوطن الليبي أكد على لسان الناطق الرسمي باسمه استعدادهم للانتخابات واستعدادهم أيضا لحماية نتائجها. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عيسى عبد القيوم من مانشستر، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. دكتور عصام عبد الله، ربما اطرح معك مساله الدعم الاقليمي لليبيا ولا سيما مصر معنيه تماما بالشان الليبي. في تقديرك استهداف الانتخابات، بروز او عوده لبعض خلايا داعش في العاصمه طرابلس، سبق كما اشير من قبل قليل ايضا ان قاموا بذلك في بنغازي، كيف برايك ستكون السياسه المصريه حيال ليبيا؟
يعني سؤال حضرتك ذكي جدا، لا سيما أن البعد الإقليمي هو البعد الحاضر في هذه المسألة. ولكن دعني أقول لك في البداية أن هذه العملية تصب في أربع رسائل لأربع جهات. اليوم يوافق الذكرى السابعة لقتل بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وبالتالي كان هناك معلومات داخل مبنى المفوضية أن هناك أجانب منهم كنديين على سبيل المثال، وأن هذه المسألة كانت تستهدفهم. اثنين، إرسال رسالة للأمم المتحدة، لأن السفير والمفكر غسان سلامة قبل أن يبدأ مهمته في ليبيا هو جمع نوع من التوافق الدولي حول المسألة الليبية قبل أن يتوجه بهذا التوافق إلى الداخل والحصول على نوع من شبه التوافق بين أجنحة الطيارات المتصارعة في ليبيا، باستثناء اثنين أو ثلاثة دول بيعتبروا من الجماعات المتشددة. اثنين هي رسالة موجهة لمصر بالتحديد، وهنا أو ثلاثة هي موجهة لمصر، وهنا يأتي سؤالك، لأن مصر لها موقف واضح داعم لوحدة الأراضي الليبية، تقف موقفا حاسما من مسألة الإرهاب، لا سيما التنظيمات المنتشرة في سيناء والتي تأتي من الغرب عبر الصحراء المصرية الليبية. اثنين هي العمق الاستراتيجي مع مصر، مصر تدعم وحدة الجيش الوطني العسكري، تدعم مسألة الشرطة، تحاول أن تقدم الجهود لأنها تعي جيدا تضاريس وشعاب ليبيا أكثر من أي دولة إقليمية أخرى. أربعة بقى هي عودة الجنرال حفتر مؤخرا، فهذه رسالة بتوجه أننا ضد الديمقراطية، نحن ضد أمريكا، نحن ضد الإجماع الدولي، نحن ضد الدور الإقليمي التي تلعبه مصر، وبالتالي نحن ضد الانتخابات والعملية الانتخابية التي ستخرج هذه الأطراف المتشددة من العملية السياسية لما حال بنهاية العام. مستقبل العملية السياسية في ظل هذا التطور الأمني نطرحه مع السيد عبد السلام الراشحي بعد هذا الفاصل، وأيضا مع السيد نور العبار عبر الهاتف وكلاهما من طرابلس. وتبقى معنا هنا دكتور عصام عبد الله، نكون معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل الأخير. تابع مشاهدينا هذه الحلقة من ساعة حرة. أعود إلى طرابلس العاصمة الليبية ورئيس مركز استرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي. سيد الراجحي، في تقديرك كيف يمكن لداعش أن ينفذ إلى بعض الجوانب من المجتمع الليبي؟ يعني هل فعلا ثمة نوع من الحاضنة الاجتماعية لأفكار متشددة يستفيد منها داعش، وبالتالي يمكن أن يبني خلايا نائمة فترة تلو الأخرى لإحباط أي نزوع أو إحباط أي تقدم نحو مسار ديمقراطي في البلاد؟ هو التفجير الذي حدث اليوم قام به الهجوم قام به شخصين سمر البشرة، ومن المتوقع أن يكونوا من دول أفريقية. تنظيم الدولة ليست لديه حاضنة اجتماعية في ليبيا ككل، ورأينا يعني هناك رفض كبير لهذا التنظيم شعبيا وفي الثقافة الليبية خصوصا. الوضع في ليبيا يختلف على الوضع في العراق وسوريا، خصوصا هناك شبه صراع مذهبي شيعي سني. في ليبيا الكل من أهل السنة والجماعة، فأعتقد أنه لا يوجد لديه حاضنة، خصوصا أن التفجير الذي حدث اليوم هو بعد آخر تفجير حدث في العاصمة طرابلس، أو آخر هجوم قام به تنظيم الدولة في طرابلس كان من تقريبا من سنتين ونصف، عندما هازم السجن الذي يقبع فيه عناصر تنظيم الدولة في قاعة معتيقة والذي تؤمنه قوة الردع الخاصة. وهذه القوة هي القوة المتخصصة في مكافحة تنظيم الدولة، ونجحت هذه القوة في القضاء والقبض على العديد والعشرات من الخلايا النائمة بشكل دوري، يعني شبه شهري نسمع أو تعلن هذه القوة وتنشر لنا التحقيقات الأولية على المقبوض عليه من عناصر التنظيم. هذا أولا. ثانيا، حتى الآن لم تسجل حالة انتحاري واحد ليبي إلا شخصية طفل ليبي واحد تقريبا عمره 15 سنة
من تقريبا من عامين كان في أحد البوابات شرق مدينة مصراتة استهدف أحد البوابات الأمنية. يعني لم نسمع بليبيين يعني مارسوا العمليات الانتحارية، وحتى القيادات في سرت كانت جلها القيادات الأولى والصف الأول والصف الثاني وحتى الصف الثالث لم تكن ليبية، كانت تونسية أو سعودية أو مصرية أو عراقية، لم يكونوا يعني قيادات ليبية. أيضا حتى في مدينة درنة ومدينة صبراتة كانت دائما القيادات قيادات غير ليبية، صحيح في بعض الأفراد ليبيين لكن القيادات والمؤثرين. نعم، ولكن هنا تتحدث سيد الرشح عن يعني انتماء لهذه التنظيمات، لكن ثمة من يقول أن ثمة أفكارا متشددة تبرز من حين إلى آخر. أشار السيد عبد القيوم قبل قليل قبل أن يغادرنا إلى مسألة صلاة الغائب على حليف للتيارات المتشددة، وبالتالي إلى أي مدى مثل هذه التحركات يمكن أن تؤسس لبناء خطاب متطرف يعني يسعى كما ذكرنا قبل قليل إلى موضوع إحباط العملية السياسية برمتها. الذين خرجوا بالأمس أعتقد أن السيد عيسى عبد القيوم يختلف معهم سياسيا، لكن الصور والفيديوهات التي شاهدناها أنهم يرفعون علم الاستقلال وينادون ويهتفون بليبيا، وكانت هتافاتهم من أجل ليبيا، وطالبوا في هذه بإجراء انتخابات. التيار الذي خرج بالأمس هو مؤيد لإجراء انتخابات وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بل أنهم داعمين للمسار الديمقراطي. أعتقد أن السيد عيسى القيوم فقط يقوم بتصفيات حساب مع خصوم سياسيين وشركائه في السابق. يعني السيد عيسى القيوم هو صحيح الآن غائب، لكن هو كان ينتمي لأحد هذه الجماعات المتشددة في السابق، والذي وهو كان متواجد لفترة طويلة في أفغانستان ثم تاب واستقر في بريطانيا. لكن في الأصل أن الليبيين إجمالا لا يريدون أي نشاط لعناصر إرهابية، ببالك أيضا الليبيين يرفضون بعض حتى الجماعات الإسلامية التي يعني نقول وسطية ليست بالمتطرفة كثير، هذه الليبيين يرفضوها، ببالك أن يقبلوا بجماعة متطرفة إرهابية تكفرهم وتقتل أبنائهم بعمليات انتحارية وإجرامية. طيب، سنحاول معاودة الاتصال مع السيد عيسى عبد القيوم لتوضيح المسألة المتعلقة بشخصه. طبعا هو بعد يعني موضوع الربيع العربي وإسقاط القذافي يعني برز كمحلل وكاتب سياسي وصحفي أيضا داعم للمسار السياسي ورافض للتيارات المتطرفة، ولكن طبعا إن تمكن سيكون له الحق في التعليق على ما ذكرته سيد الراشحي. سيد دوري العبار عبر الهاتف أعود إليك من طرابلس، بصفتك يعني لديك خبرة كبيرة في موضوع الانتخابات كرئيس سابق للمفوضية، تعرف أن للانتخابات استعدادات كبيرة ليس فقط على المستوى الإجرائي المتعلق بالصناديق واللوائح وما إلى ذلك، إنما أيضا الأجواء التي يمكن أن تمهد لانتخابات حرة ونزيهة، الأجواء قضائية وسياسية وأمنية بالدرجة الأولى. هل تعتقد أن التوجه نحو انتخابات هذه السنة هو توجه متسرع؟ نعم، أريد أن أؤكد أن كانت ربما هذا المرة الأولى التي أعلنها بشكل رسمي أنني استقلت من المفوضية والأسباب التي ذكرت، أن ليس هناك بيئة انتخابية يمكن أن تساعد على إجراء العملية الانتخابية. كما قلت ليست المسألة مسألة إجرائية فقط من الناحية الفنية، ولكن تفضل متطلبات العملية. نعم، متطلبات العملية الانتخابية خاصة في هذه المرحلة الدعوة إليها فقط هي أشبه بأن تكون تهويل ودعوة متسرعة فعلا، نظرا لأن مقومات إجراء العملية الانتخابية بدءا من المرجعية أو الإطار الدستوري الذي سيجرى من خلاله العملية الانتخابية وصولا إلى الاتفاق حول حول قانون الانتخاب، حول الدعم اللوجستي من الحكومة، حول توفير الأمن للعملية الانتخابية. ما يجري الآن في ليبيا، وأنا كنت طرف في الحوار السياسي طوال الفترة الذي انتهى بالاتفاق، اتفاق سياسي اتفاق صغيرات، الآن نحتاج إلى اتفاق حقيقي
حول في العملية السياسية حول بس الانتخاب. لا نستطيع أن نذهب إلى الانتخاب بدون قانون بالضرورة، وبالتالي نحتاج إلى اتفاق. هل ترى أن الظروف متوافرة لهذا الاتجاه لتحقيق هذا الموضوع في فترة قريبة؟ لا ليست متاحة على الإطلاق. هناك إطار دستوري لم يتهيأ بعد، هناك اتفاق سياسي لم يتحقق بعد، هناك هشاشة مرعبة في البنية الأمنية خاصة في العاصمة. كما قلت في السابق أن العاصمة تحوي أكثر من 2 مليون نسمة، لا توجد هياكل حقيقية للدولة تضبط الأمن وتنظم السلاح. فلهذا السبب نحتاج إلى حكومة قوية قادرة على توفير الأمن في الغرب وفي الشرق وأيضا في الجنوب. والجنوب يعلم الجميع أن هناك إشكاليات عظيمة وكبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالوافدين في الجنوب. وحدثت في السابق سيعارضون وسيهاجمون العملية الانتخابية قطعا. نعم. لن يشاركوا فيها. شكرا سيد نور العبار. دكتور عصام عبد الله، بتعليق سريع، تتوقع أن تحظى ليبيا بالدعم الدولي الكامل أم أن العالم مشغول بقضايا أخرى في المنطقة؟ يجب أن تحظى بالدعم الدولي الكامل، وإلا الحرب على الإرهاب وداعش ستتمدد وستنتشر. نحن بنتحدث في العاصمة طرابلس فقط، ولكن بقية المناطق اللي بيتم تحريرها من داعش، ليبيا ليست بيئة حاضنة للإرهاب مثلما هو الحال في مصر مثلا وسوريا والعراق. وزي ما تفضل الزميل ثلاثة، وده الأهم، أن الإخوان سقطوا مرتين في الانتخابات في عام 2012 وفي عام 2014 في الانتخابات البرلمانية، بما يعني أن ليس لهم حضور أو حواضن اجتماعية مثلما الدول. سيد عبد السلام الراشحي، 20 ثانية أخيرة لك، تعليق أخير لو سمحت. هو الحقيقة ليست طرابلس فقط، يعني رأينا الهجوم على مراكز انتخابية في مدينة بنغازي التي يسيطر عليها السيد خليفة حفتر، والذي كسروا اللوحات الانتخابية والدعائية. أنا أتفق مع السيد نور العبار أن هناك خلل أمني في ليبيا ككل، لكن مع الدعم الدولي وهناك إرادة شعبية إرادة شعبية كبيرة، الليبيين يريدون إجراء استفتاء على مشروع الدستور ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية. هناك شكرا جزيلا لك سيد السلام الراشي، أسف المقاطعة، عليه في استفتاء عام إن شاء الله. أشكر السيد نور العبار أيضا من طرابلس، ودكتور عصام عبد الله، وكل من شاركنا. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.